أهلا أعزائي. شدد الرب يسوع المسيح وقال: السماء والأرض تزولان لكن كلامي ولا حرف ولا نقطة من كلامه يزول. فإذن المسيح شدد، منشوف كيف أنه احترم وأطاع الناموس. يسوع شدد أنه لا يتغير حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس، لأنه ناموس الرب كامل، يقول الكتاب المقدس. الوصية ناموس صالح مقدس وأيضا عادل. الناموس أظهر عجز الإنسان وقادنا إلى يسوع المسيح. يسوع هو المجسد، التجسيد للشريعة الموسوية. ننظر ليسوع أو من يسوع كأنه الفلتر لكل العهد القديم من خلال شخص المسيح. فالمسيح أحبائي أصبح صار هيكلنا وأصبح سبتنا وملكنا ورئيس كهنتنا، وهو خروف الفصح وأرض الموعد. فكل شيء أصبحنا كاملين في يسوع المسيح. المسيح طبعا كمل الناموس الأدبي، الوصايا ما عدا السبت، والناموس الطقس طبعا أبطل في الجلجثة في موت المسيح، والناموس المدني هو ما عادش يفيدنا لأنه إحنا أصبحنا من رعايا الملكوت وجنسية الملكوت. لكن كل ما بيتعلق في الأمور الأدبية والأخلاقيات من شريعة موسى كملها ومنشوفها من خلال يسوع المسيح. الرب يباركك.